الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. قال رئيس مجلس ناحية العظيم المنحل في محافظة ديالى محمد إبراهيم العبيدي إن مشروع الإرواء المبطن بطول نحو 40 كيلو متر ما زال معطلا رغم جدواه الزراعية والاقتصادية للناحية وأحياء أراضي زراعية خصبة، والذي قرر منذ عام 2009 بعد استكماله للمترسمات والكشوفات اللازمة. وبيّن رئيس مجلس الناحية أن المشروع بحسب الخطة المقررة سيغذي 106,000 دونم، لكنه سيشمل فيما بعد أكثر من 300,000 دونم من الأراضي الزراعية، مطالباً بضرورة الإسراع بتنفيذ المشروع لإضافة مردودات اقتصادية وزراعية إضافية تغطي حاجة المحافظة والمحافظات المجاورة الأخرى. ألمح عدد من النواب إلى وجود فساد في العقد الاستشاري الذي أبرمته وزارة النقل والشركة العامة لسكك الحديد مع شركة بي إي جي الإيطالية. وأوضح نواب عبر جملة من استفسارات عن أسباب طلب استثناء التعاقد مع الشركة من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية، بالرغم من أنها متخصصة في مجال النفط والغاز، وتساءلوا عن السبب وراء عدم توجيه دعوات مباشرة للعديد من الشركات العالمية المتخصصة في مجال صيانة سكك الحديد من أجل خلق روح المنافسة والشفافية والوصول لأفضل العطاءات. وفي ظل تبادل الاتهامات بين شركاء العملية السياسية، قال وزير الكهرباء عادل كريم إن أكبر خطأ ارتكبته حكومات بعد عام 2003 استثمار أموال الدولة بمجال إنتاج الطاقة. وأضاف كريم أنه كان يجب على الحكومات المتعاقبة الذهاب باتجاه القطاع الخاص لتأمين الكهرباء وتحصيل الجباية في وقت كشف عن حاجة الوزارة مبالغ إضافية لإصلاح إكمالي وشراء معدات وقطع غيار لشبكات التوزيع. هذا ويعاني العراق من تدهور قطاع الكهرباء على الرغم من المبالغ الضخمة التي تم صرفها، والتي تقدر وفق خبراء بأكثر من 80 مليار دولار. أعلنت السلطات اللبنانية رفع أسعار خدمات الأنترنت والاتصالات بنسبة 2.5 عن التسعيرة الحالية، وذلك في ظل استمرار الأزمة الاقتصادية في لبنان. وقال وزير الاتصال اللبناني جوني القرم إن رفع أسعار خدمات الأنترنت والاتصالات لابد منه بعد قرار الحكومة اللبنانية إلغاء الدعم المالي عن كل السلع والقطاعات والخدمات المستوردة من الخارج، محذرا من خطر توقف خدمات الاتصالات في ظل وقف الدعم لهذا القطاع. تجاوزت ديون الحكومة اليابانية حاجز 8 تريليون دولار خلال شهر آذار الجاري، وفق تقرير نشرته وكالة الأنباء اليابانية. ونقلت الوكالة عن مسؤولين حكوميين أن رصيد الدين الحكومي طويل الأجل لليابان قد تجاوز على الأرجح الحد غير المسبوق البالغ تريليون ين، ما أو البالغ 1000 تريليون ين، ما يعادل 8 تريليون دولار. وقال المسؤولون إن الصحة المالية في البلاد هي بالفعل الأسوأ بين الدول المتقدمة الكبرى وتتدهور بشكل أكبر، لافتين إلى أن الأسباب تتلخص في ارتفاع تكاليف الضمان الاجتماعي نتيجة شيخوخة السكان وانخفاض عائدات الضرائب والإنفاق الطارئ استجابة لوباء فيروس كورونا. وننتقل الآن لمعرفة أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
ختام موجز، نلقاكم بخير.